إذا كنت ستسافر إلى هولندا قريبا سواء للسياحة أو للإقامة، فأنت حتما بحاجة إلى معرفة هذه العادات والتقاليد. يتجاهل الهولنديون أجهزة إنذار الطوارئ في أول يوم اثنين من الشهر. السبب في ذلك أنه إنذار طوارئ للاختبار، ومقرر أن يتم إطلاقه في أول يوم اثنين من كل شهر. وقد اعتاد الناس هناك على تجاهله، لكن ماذا لو كانت هناك حالات طوارئ حقيقية في أول يوم اثنين من الشهر؟ تجاهل جميع قواعد الطابور. عندما يتعلق الأمر بالطوابير في هولندا، فلا توجد قواعد ولا يوجد ما يسمى أنا وصلت قبلك، فالبقاء هو للأقوى في أي طابور. من يستطيع الوصول قبل الآخرين والتزاحم هو الذي نجح بكل تأكيد. الاحتفال بعيد ميلاد الملك أو أي مناسبة بارتداء البرتقالي. في هولندا أيا كانت المناسبة التي يحتفل بها الناس، فإنهم يرتدون البرتقالي المتوهج البراق، فهو الرداء الرسمي لأي احتفال يقام في هولندا. ليس ذلك غريبا لأنه اللون الرسمي للأسرة المالكة، فحتى بيتهم برتقالي. بعد كل ما عرفته عن هولندا، هل تفكر في زيارتها الآن؟